الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويسر للسالكين من طاعته الأسباب، ووعدهم بالجزاء الأوفى وحسن المآب. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم برنامج جمال القرآن. أعزائي المشاهدين، في مستهل هذه الحلقة اسمحوا لي أن أحل ضيفا على فضيلة القارئ الطبيب أحمد الزارع، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور، شرفتنا في برنامج جمال القرآن. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم، وسعدنا كثيرا كثيرا بوجودكم معنا في أولى حلقات برنامج جمال القرآن الكريم. بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، يعني السادة المشاهدون يعني في اشتياق على أحر من الجمر لكي يستمتعوا بصوت فضيلتكم، فيعني لنبارك هذا المكان ولنبارك هذا البرنامج بأن نفتتحه بتلاوة بصوتكم العذب. تفضل فضيلة الدكتور. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا الشهادة،
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحانه الله يا أستاذ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحانه هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم عفى الله عنك لما انتهيت يعني ما أجملها من تلاوة أنا أشعر أنني أجلس يعني بين قارئ من قراء الرعيل الأول والله يعني هذه ليست مجامل قراءة فيها خشوع وفيها اتزان وفيها احترام للقرآن نسأل الله القبول إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يعني دائما حينما نجد شخصية عظيمة أو شخصية يعني ناجحة في المجتمع نتساءل عن بداية هذه الشخصية وعن بداية هذه النبتة وهذه الثمرة احنا دلوقتي قدامنا الدكتور أحمد الزارع القارئ الكبير والطبيب الكبير المشهور في أمريكا والمعروف بين أهل القرآن لكن حدثنا عن الطفل أحمد الزارع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي الحقيقة أولا يعني شرفت كثيرا بهذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها منكم لي يعني أكون ضيفا على هذا البرنامج المبارك إن شاء الله أسعدتنا وباركتنا الله فيك خاصة أنها أولى حلقات البرنامج فنسأل الله عز وجل إن شاء الله تكون فتحة خير وبركة على هذه القناة إن شاء الله آمين ففي الحقيقة يعني إذا تحدثت عن مرحلة الطفولة فيعني قبل مرحلة الطفولة كان هناك
ما يسمى بالإرهاص، هذا ما سمعته من والدتي حفظها الله. أنا لي من الإخوة ثلاثة، لي شقيقتان إحداهما أكبر مني والأخرى أصغر، الله يبارك فيكم جميعا والحمد لله، وشقيق ذكر أكبر مني، والحمد لله كلنا يعني اشتركنا جميعا في أننا تخرجنا من نفس الكلية، كلية الطب بجامعة عين شمس ما شاء الله، لكن طبعا في سنوات مختلفة. يعني يعني القرآن ما كانش سبب في فشل؟ لا، القرآن سبب له لا ما كانش سبب أصلا. في بعض الناس يعني ليه حفظ ابني القرآن، ما في وقت من المذاكرة وهذه الأمور، يعني فالقرآن ما عطلكوش يعني عند دخول كلية الطب؟ إطلاقا، القرآن على فكرة ساعدني على أن أجتاز امتحانات كلية الطب بما فيها من صعوبة، لأن القرآن الكريم على فكرة يثبت الذاكرة. وإذا أتقنت تلاوة القرآن وأتقنت التجويد وأتقنت مخارج الحروف، فأنا أقول لك بكل عزم وتأكيد أنك لن تقف أمامك أي لغة في العالم، تستطيع أن تدرس أي لغة وأن تتفوق فيها. الشيء الآخر أن القرآن، حافظ القرآن دائما يكون مشحوذ الذهن، يعني دائما في حالة تواصل. الحمد لله يعني كان القرآن دائما في جيبي، القرآن الصغير، وكنت أقرأه دائما. ولكن الإرهاص الذي أردت أن أذكره في البداية، أن والدتي قالت لي أنني كنت أنا الطفل الوحيد الذي حين حملت بي، قالت لي أنها جاءها في المنام هاتف. طبعا زمان في هذا الوقت، أنا عمري الآن 51 عاما، الله يعطيك الصحة والعافية، كان في هذا الوقت ما فيش بقى الألترا ساوند أو اللي هو الموجات فوق صوتية عشان تعرف نوع الجنين، فلم تكن تدري كانت تحمل في ذكر أم أنثى. فقالت انها رات رؤيا انك ستلدين ذكرا واسمه احمد، وحتى قالت انه جيء بي اليها في المنام بصورتي وانا طفل، يعني مثلا عام او عامان، وهذا طبعا ما شاء الله. فسال بعدما يعني سالت ابي عن هذه الرؤيا، قالت إن رزقنا الله بولد سميناه أحمد. نعم. فالحمد لله يعني فعلا طلع ولد وسموه أحمد. متى بدأت حفظ القرآن يا دكتور؟ حفظ القرآن بدأ معي منذ سن صغيرة، لأن كانت برضو والدتي لها فضل كبير في هذا، أنها كانت يعني لا تفتأ تسمع إذاعة القرآن الكريم، خاصة الشيخ عبد البسط. الشيخ عبد البسط هي واضح يعني، واضح جدا يعني. هي عندها عشق شديد للشيخ محمود علي البنا. الشيخ محمود البنا كان، ويوجد بصمه الشيخ البنا ايضا، حنين الشيخ البنا والمنشاوي، يعني محمد صديق المنشاوي والعبد الباسط والبنا، دول كان الثلاثي الذين كانت اذا استمعت اليهم غابت في عالم. طيب ممكن نسمع حاجه بصوت الشيخ البنا ان شاء الله؟ بس يعني نكمل هذا، نكمل بعدين، لان الساده المشاهدين عايز يسمعوا حضرتك باذن الله. فالحقيقه انه والدتي يعني كانت هي السبب في ان انا بدات اذني تلتقط. انا اتذكر وانا طفل صغير كنت شقيا جدا، وكنت أعبث في كل شيء، ويعني كان عكس إخواتي نعم. كانوا هادئين. فأذكر أن أبي عليه رحمة الله ذهب نعم. بنا إلى شيخ المسجد وطلب منه أن يحفظنا القرآن، كان نعم. أختي الكبيرة الدكتورة جيهان وبعدين الدكتور محمود. فلما ذهب بنا إلى المسجد وجلس معنا جلستين، عاد إلى أبي وقال له أحمد مش هينفع، أحمد شقي جدا، وأن أحمد هذا سيكون قارئا كبيرا، وعمل دوشة ومحفظش، في حين أخته حفظت سورة ياسين كاملة وسورة قاف، ومحمود حفظ سورة تبارك، وأحمد مش نافع، ما تجيبوليش تاني. فطبعا والدي استغرب جدا وقال خلاص يعني نكمل بقى مع جيان ومحمود. لكن الحقيقة انه انا الذي اكملت المشوار الحمد لله، وبدات حفظ القران وانا عندي حوالي 7 سنوات. انتهيت وانا عندي 13 سنه بس. طبعا كان السبب في هذا الدراسه في المدرسه، بالاضافه انني يعني لم اكن اريد ان انا يعني اتفرغ تفرغ كامل للقران، لانه في هذا الوقت كنت بدات العب باسكت بول، كان يعني كره السله. كان والدي عليه رحمة الله يريد أن ينشئنا دينيا وجسمانيا وعلميا. نعم. فكانت أمنية حياته أن إحنا الأربعة نخش كلية الطب، وفعلا إحنا الأربعة دخلنا كلية الطب وحقق الله له، ولعبنا باسكت بول وطلعنا طوال شوية، وبعدين أكملت أنا حفظ القرآن الحمد لله. وطبعا هم أخواتي برضو يعني ما أكملوش القرآن كله، ولم يعني يبرعوا في التجويد، ولكن برضو حفظوا جزءا كبيرا، خاصة أن أختي الدكتورة جيهان الزارع
أستاذ ورئيس قسم السمعيات في طب الأزهر بنين. فطبعا عشان تجتاز هذه المراحل لابد أن تحفظ. أسرة مباركة. الحمد لله. فكانت يعني أمي بعض الله عز وجل لها فضل عظيم في حفظ الكتاب الله عز وجل، وكانت هي اللي بتسمع لي. وأتذكر يعني كنت وأنا صغير ممكن أسمع لها البقرة وآل عمران والنساء وهي إذا ما توجعهاش. فظلوا الحمد لله ربنا يديها الصحة ويحفظها إن شاء الله. نريد أن نستمع إلى تلاوة، يعني إن لم يكن هناك مانع، لعل حضرتك لا تحب التقليد، ولكن هو من باب يعني نتذكر الشيخ البنا. يعني هو أنا برعت في صغري إلى حد كبير في تقليد الشيخ محمود علي البنا في المرتل. نعم. لأن مرتل الشيخ محمود علي البنا كان بيحلق بي فعلا في الأفق، دائما أبكي كنت كلما نعم. سمعت هو الجندي البنا. المجهول. نعم. فممكن أقرأ يعني مرتل. طيب. وأتمنى طبعا أنا لن أكون فيه شيء، ولكن الشيخ محمود علي البنا كان عملاقا وكان مدرسة وبصمة صوتية لن تتكرر علي رحمة الله. يعني طيب نسمع المرتل للشيخ البنا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، صدق الله العظيم. كأنه بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. طيب يعني لما تسمع المدارس المصرية القديمة، الشيخ عبد الباسط، الشيخ البنا، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ الحصري، الشيخ البهتيمي، المدارس القديمة بتحس بعظمة. صحيح. تفتخر انك صحيح. فعلا مصري. صحيح. ايه اللي خلى المدرسة المصرية في الايام دي، وانا عارف ان في ناس كتير بتسمعني دلوقتي من القراء المعاصرين ممكن يزعلوا، بس هذه حقيقة. صحيح. هناك فرق شاسع، وان كان في مدارس من المدارس المعاصرة ناس أفاضل وعمالقة، ولكن شتان فرق كبير بين المدارس الحالية وبين المدارس القديمة. اللي وصلنا لهذه الدرجة؟ والله صدقت فيما قلت، لأنني أظن والله أعلم أن مدرسة التلاوة المصرية العريقة الآن في ورطة كبيرة. وطبعا إذا تحدثنا في أسباب هذه الورطة يعني نكتب مقالات ومقالات ومقالات، والحمد لله في بعض احنا عايزين باختصار عشان نسمع حضرتك في القرآن، في بعض الغيورين على المدرسة التلاوة المصرية ما زالوا يعني يتحدثون ويحاولون في إرجاع المدرسة، ولكن كانت المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة كما ذكرت فضيلتك، مثلا فضيلة الشيخ عبد الباسط، فضيلة الشيخ محمود البنا، فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، فضيلة العملاق محمود خليل الحصري، طبعا الشيخ مصطفى اسماعيل، ده حاجة تانية ما نقدرش نتكلم عليه، الشيخ البهتيمي عليه رحمة الله، الشيخ أبو العيش عيشع، يعني مدارس لن الشيخ رفعت طبعا الواحد لا يجب أن ينساه، ولكن هؤلاء الناس كانت لهم بصمة وفعلا يعتبروا مثل لكل القراء، وكلنا نهلنا من معينهم. تسمع دلوقتي قرآن الفجر، قرآن الجمعة، من أول يوم في الشهر لآخر يوم في الشهر الريتم واحد، مش كده بس ما تعرفش تميز. أيوة. كان زمان وأنا ماشي في الطريق مثلا كنت أنا أروح أجيب طلبات البيت لوالدتي، فكل المحلات تولع على الإذاعة
تعرف ده الشيخ ابو العنين وشعيشه وده الشيخ ابو من بس الاستعاذه. فهذا لانه الاذاعه كانت تتخير جيدا، لجنه الاذاعه كانت شديده جدا. نعم. كان فيها برضو عمالقه، ما هو العمالقه هم الذين اجازوا العمالقه. نعم. فكل لجنه الاذاعه كانت تعلم ان هذا الصوت سوف يصافح المستمعين، وكانوا يعلمون ان تلك امانه، ان تلك امانه عظيمه قد وضعها الله عز وجل في ايديهم، فكانوا ينتقون يعني بدرجه كبيره. فطبعا اخرجوا لنا هذه الاجيال التي لن تتكرر من القران، ولكن للاسف الشديد الاجيال الحديثه اللي موجوده يعني ممكن. وطبعا انا لا ادعي ان انا انتمي اليهم طبعا، ولي الشرف ان انا انتمي لمدرسه تلاوه القران، ولكن للاسف الشديد خرجوا زي عندنا في امريكا يقولوا ايه تيك اواي ديليفري، اللي هو الفاست ديليفري، اللي هو القارئ ما بيستويش. نعم. القارئ ما بيستويش فبيترتب هو حفظ ربعين لا بيستوي، ولا صوته بيستوي، ولا اداؤه الموسيقي بيستوي، ولا نقلاته بتستوي، ولا تجويده مخارج الفاظه بتستوي، ويترتب على ذلك ايه الناتج اللي احنا شايفينه في هذه الايام. فتسمع قراء بتحس انه يعني بيغني. صحيح. مفيش قراء برضه، دي من مصائب العصر اللي احنا فيها. اللي هو التركيز الشديد على المقامات، انها وند والسيكا والصبا والرست والحجاز، اصبحنا دلوقتي بنركز على هذه المقامات. طيب في حين العمالقه الكبار دول. الاخت صفا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا اخت صفا. ايوه بقول لحضراتكم، هو انتوا بتتكلموا على جمال القران والتدبر في القران، ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. الفرق بين نزغ الشيطان وهمز الشيطان. الفرق بين نزغ الشيطان وهمز الشيطان. طيب ان شاء الله يعني هذه حلقة نتحدث فيها عن القرآن. طيب ممكن تجيب يا فضيلة الدكتور بين نزغ الشيطان وهمز القرآن، لكن في عجالة سريعة لان البرنامج برنامج الكلمتان وردتا في القرآن الكريم، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم في سورة فصلت. نعم. وفي سورة العرف انه سميع عليم، وفي سورة مريم الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، فللشيطان أز وللشيطان همز وللشيطان نزغ. ولكن الحقيقة أنه همز الشيطان هو ما يأتي سرا للإنسان بطريقة يعني تكاد تكون مسموعة، ولكن يشعر أن في حد بيوسوسته هذا الهمز. موضوع النزغ هو شعور داخلي يخرج من الإنسان يؤدي إلى وما ينزغنك من الشيطان نزغ. أيوة. فيعتبر شعور داخلي اكثر وازع، وازع. او يعني شعور داخلي. نعم. اما الاز فقال العلماء انه يكاد يدفعه، يعني يكاد يكون قوه بتدفع الانسان لعمل الشيء. طيب. فهي العمليه بتعتمد على الشعور الداخلي وال ال 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 الصوت اللي ممكن يسمعه. شكرا شكرا فضيله الدكتور، شكرا يا اخت صفا. يا ريت اللي يتصل يعني يطلب الدكتور يقرا لنا حاجه، يعني يكون الموضوع في، وإن كان السؤال يعني ليس بعيدا كثيرا. نعم. عن حلقاتنا يعني نحن. نعم. نريد أن نستمتع أكثر بفضيلة الدكتور. الله. فعايزين نسمع حاجة مجودة للدكتور أحمد. طيب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام
الله عز وجل أن يجعلني وإياك والسادة المشاهدين منهم، اللهم آمين. آمين. فتح الله لك فضيلة الدكتور. يعني كنت أتمنى أن يكون اللقاء أطول وأطول حتى نستمتع أكثر وأكثر، لكن تعيدنا إن شاء الله بتكرار هذا اللقاء مرة أخرى إن شاء الله ومرات إن شاء الله. فضيلة الدكتور، يعني قبل أن نختم هذه الفقرة مع فضيلتكم، في قراء ومنشدين ومبتهلين بيسمعونا دلوقتي، حضرتك تقدر تقول لهم والله الإخوة القراء الزملاء الأفاضل والإخوة المبتهلون، ندعو الله عز وجل لهم جميعا أن يوفقهم الله عز وجل إلى الحفاظ على كتاب الله عز وجل، وأن يقرؤوه كما أراد الله عز وجل له أن يقرأ، وكما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج فاتحة خير على دولة التلاوة المصرية، وأن تعود إلى جادة الصواب إن شاء الله تعالى، وأن يأتي إلى هذا البرنامج ضيوف كرام من القراء، السادة القراء والمبتهلين،
الذين يعني يظهرون للناس كيف يحترمون كتاب الله عز وجل وكيف يقرؤونه بما يعني يجلب لهم بركة القرآن عز وجل، بركة القرآن في حياتهم ورضا الله عز وجل عنهم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. طبعا يعني على غرار كلام فضيلة الدكتور، الإخوة الكراء والإخوة المبتهلين والمنشدين وأيضا الخطباء والشعراء، البرنامج مفتوح لكل صاحب موهبة تخدم الدين، نرحب به ونسعد بأي صاحب موهبة. فمن أراد أن يشارك معنا في البرنامج يتواصل معنا على الأرقام الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة في وقت البرنامج أو بعد البرنامج أيضا إن شاء الله نسعد بكم. طيب نأخذ الأخ أيمن. السلام عليكم أخ أيمن. السلام عليكم. أهلا بحضرتك يا فندم. تفضل يا أخ أيمن. ألو السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك اسمعني من التليفون يا فندم. أيوة فندم أنا سامع حضرتك من التليفون، بس عشان الأسرة كلها كانت متجمعة. ربنا يجمعنا في الجنة يا رب، اللهم أمين. تفضل. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. أنا سعيد جدا بأولى حلقات البرنامج، وبشكر الدكتور المقرئ اللي قدام حضرتك، أنا آسف مش عارف الاسم. الدكتور أحمد الزارع. دكتور أحمد أنا آسف جدا يا فندم. لا يا فندم مفيش مشكلة. بجد والله أنا في الفترة القصيرة دي سمعت يعني آيات أنا كنت منبهر إن أنا بسمعها وأتفاجئ إن دي من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، ويجعل أسرتك وأهلك وأولادك من أهل القرآن، اللهم أمين. شكرا يا أخ أحمد. شكرا شكرا، أسعدتنا بهذا الاتصال. يا ريت يستمر البرنامج بقى في تقديم الحاجات الهادفة إن شاء الله بإذن الله، نعدكم بذلك قدر استطاعتنا إن شاء الله. شكرا شكرا. في اتصالات تاني؟ طيب فضيلة الدكتور شرفتنا وأسعدتنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، يعني بعد أن شرفنا بهذه التلاوة المباركة المدرسة القديمة، إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي بحضراتكم بعد الفاصل أيضا بالقارئ الشيخ أحمد النقرودي. إن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله من القراء المخلصين والقراء الجدد الذين يسيرون على نهج فضيلة الدكتور أحمد الزارع وغيرهم من القراء المصريين. ونلتقي أيضا مع منشد ومبتهل ديني، فابقوا معنا.